اقرأ في عدد الوطن غدا. أخبار وملفات ومقالات لكبار الكتاب. توافق مصري أردني على تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين. الصحة، إطلاق حملة حقك تنظمي في 25 محافظة. الإسكان، طرح 19,866 قطعة أرض سكنية في المدن الجديدة بالصعيد. انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات اليوم. مسؤولون دوليون، حياة كريمة إنجاز غير مسبوق ومشروع قومي رائد لمواجهة الفقر. كما تقرأ في عدد الغد أيضاً ملفاً خاص بعنوان دبلوماسية مصر، الصبر حتى النصر. العرابي، مصر مارست الصبر السياسي مع قضايا خارجية معقدة وربحت في النهاية. ثلاث لاءات للسيسي تحدد ملامح سياسة مصر الخارجية. القاهرة بين العواصم الكبرى، تأثير وندية رغم التحديات. الوطن، قوة فناسه.